عبدك وخليلك وصفيك ودليلك سيدنا محمد الذي خصصته بالآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة وشفعته في من صلى عليه في الدار الآخرة وقلت في حقه إجلالا وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. توجته بتاج الجمال وألبسته لباس الكمال وزينته بأشرف الخصال، فاللهم صل عليه وعلى صحبه والآل صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أخي الكريم، أختي الكريمة، في الحلقة الماضية كنا تكلمنا على واحد الخلق ذميم، وهو خلق إذا ابتلي به المجتمع المسلم كيولي مجتمع تسوده الأحقاد والعداوات، وكيولي بين الناس وبين الأفراد ديال هذا المجتمع بغضاء وشحناء، وهو خلق الجدال. وقلنا بأن هذا الخلق هو خلق شيطاني بامتياز. أول من جادل هو الشيطان. الله تبارك وتعالى تقول له: ما لك ألا تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهو اعتقد بأن النار أفضل من الطين، فشاف آدم وما شافش رب آدم، شاف السجود لآدم وما شافش شكون اللي عطى الأمر بالسجود. شفتي إبليس أخي الكريم أختي الكريمة، لو أمر بالسجود لله جل في علاه لسجد، ما عندوش إشكال، ولكن كان عنده المشكل ديالو، كان عنده مع المخلوق، كان عنده المشكل مع آدم عليه السلام. هذا هو المشكل اللي كان عنده. هذا مخلوق في حالي في حاله، علاش نسجد ليه؟ ما شافش التفضيل والتكريم ديال سيدي ربي لهذا المخلوق الجديد، ما شافش بأن هذا الأمر راه صادر من ملك الملوك، من رب العزة والجبروت. وهذا اللي وقع للأقوام السابقة كلهم، كلهم كيقولوا للأنبياء ديالهم: علاش سيدي ربي انت اختارك؟ لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. بغينا نشوفوا الملائكة، بغينا ينزل علينا كتاب سيدي، كاع حنا ما عندناش حنا بغينا كتاب ينزل من السماء. دائما كاين هذا المشكل، هذا ومرده الجدال، مرده الجدال، أن الإنسان عنده واحد الكبر في نفسه، وعنده واحد الجهل بذاته، وعنده واحد الغرور: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. فبالتالي يحتقر هذاك النبي ويحتقر هذاك الرسول ويجادله ويرفض أن يؤمن به وأن يتبعه. ويكفينا أخي الكريم أختي الكريمة، وإحنا كنتكلموا على الجدال، وأنا تقبية إلى عمدا تعمدت أن في هذه الحلقات المتعلقة بالأخلاق الذميمة تعمدت أن بعض الأخلاق نديروا فيها زوج ديال الحلقات. لماذا؟ لأن إزالة المشكل راه أمر في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. إحنا عندنا في الأذكار اللي كيعلموا سادتنا أطباء القلوب، الناس اللي أعطاهم الله تبارك وتعالى فهم ومعرفة بالنفس البشرية، فأول ذكر كينصحوا به هاد الناس المتخصصين في علوم التزكية هو ذكر سميته الاستغفار. لماذا؟ لأن الاستغفار يطهر، الاستغفار كيمسح. فالتخلية، إلا قلت لي شنو هو الذكر المناسب لهذا المقام ديال التخلية، أقول لك الذكر المناسب هو الاستغفار. خصنا ننقي وخصنا نطهر وخصنا نحيدوا هاد العيوب اللي فينا. فإذا اليوم كنتكلموا على هذا الخلق الذميم على أساس أننا بغينا نتخلاو عليه وبغينا نحيدوه، إلا كان فيا، إلا كان فيك، إلا كان شي واحد، تكون هذه فرصة ومناسبة باش الواحد ينتبه ويحيد عليه هذا الخلق الذميم. فرائد الإسلام خمسة: شهادتين، صلاة، صيام، زكاة، حج. أعظم يعني ركن في هذه الأركان اللي هو الأخر
اللي هو الا درتيه تبارك الله عليك راك تكون كملتي الاركان ديالك اللي هو ركن الحج. لا يقبل الحج من اهل الجدال يا ساده يا كرام. راه الانسان الا كانت فيه هذا الخلق السيء ديال الجدال راه ملي غادي تحط في هذيك البقاع الطاهره المباركه المقدسه وغادي يبقى مجادل كتلغى له هذه الفريضه هذه ما كياخذش الاجر ديالها ما كتقبلش. قال تعالى فمن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والاخلاق ديال الناس اخي الكريم راه ما كتجيش بين عشيه وضحاها. راه ما يمكنش غادي نحط رجلي في هذاك المقام بين عشيه وضحاها غادي نولي ملك. الانسان كتبقى فيه ديك الصفات والاخلاق والاوصاف اللي فيه في بلاده غتكون عنده تما. بل في هذيك المواطن كتزيد تبرز وكتزيد تبان لان الانسان كيتحط في واحد الظروف يعني مختلفه على داك الشيء اللي هو موالف. فاذا الجدال خلق شيطاني. الجدال لا يقبل معه الحج. الجدال اخي الكريم اختي الكريمه قلنا في الحلقه الماضيه بانه اصل في الانسان فالانسان خصو يتغلب عليه. عندنا البذور ديال الجدال فاحنا خصنا نحاربوا هذا الجدال هذا ونحيدوه. قال تعالى وكان الانسان اكثر شيء جدلا. وتكلمنا في الحلقه الماضيه ان سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يبشر من ترك الجدال وان كان على حق يبشره بدخول الجنه ويعده بدخول الجنه. فقال بابي هو وامي صلى الله عليه واله وسلم انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا وان كان محقا. اليوم اخي الكريم اختي الكريمه غادي تكون حلقه عمليه بامتياز. غادي نعطيو بعض الحلول طرق فعاله للتخلص من هذا الخلق الذميم هذا الوصف القبيح. لكن خليونا قبل ذلك نتكلموا على بعض المضار ديال هذا الخلق. نعرفوا الاضرار ديالو نعرفوا العواقب ديالو. اول حاجه الجدال كبيره من الكبائر. وملي كنقولوا كبيره من الكبائر راه الكبائر راه حنا كنعرفوا الكبائر في الدنيا الكبائر اللي كتكلم على السحر اللي كتكلم على عقوق الوالدين اللي كتكلم على شهاده الزور اللي كتكلم على اكل مال اليتيم اللي كتكلم على السرقه اللي كتكلم على الزنا والفواحش ما ظهر منها وما بطن. يعني هذه كلها كبائر. تخيل اخي الكريم اختي الكريمه بان الجدال من الكبائر. بمعنى انه راه لا يكفي انني اليوم ما بقيتش مجادل لا خاصني نتوب منه. ملي كنقول خاصني نتوب منه خاصني نحس بالندم خاصني نعزم انني ما عمرني نعاود نجادل خاصني توقف وتكون هذه هي النهايه ياك. ونطلب المسامحه ديال الناس اللي كنت كنجادلهم وكنت معاهم كل ساعه يعني منوضها معاهم وكل ساعه كنجادل لاحظتي. فاذا الجدال اخي الكريم اختي الكريمه راه ماشي لا نستهين به. علاش؟ لانه تيخلق العداوات لانه كيخلق الاحقاد لانه كيخلق الكراهيه بين افراد المجتمع. بالله عليك واحد الانسان يجادلك وكتكون وسط الناس وجالسين ويجادلك ويريد رغما عنك ان يثبت انك مخطئ وانك جاهل وانك لا تعلم شيئا فكيستنقص من القدر ديالك وتيحط من القيمه ديالك وسط هذوك الناس. بالله عليك هذاك الانسان كيفاش كيمشي لدارو ذاك النهار؟ كيفاش كتكون الصوره ديالو الذاتيه؟ شنو الاحاسيس اللي كيمشي بها هذاك الانسان لدارو؟ شنو المشاعر اللي تيمشي بها وتينعس بها هذيك الليله اخي الكريم اختي الكريمه؟ هذا الانسان هذا هل يعتقد هذا المجادل بان ذاك الانسان الاخر غادي يحبوه غادي يقدروه غادي يفرح به لانه جادلوه وغلبوه في الجدال؟ بالعكس بالعكس اخي الكريم اختي الكريمه. ولذلك الناس اصحاب الالباب الناس الاذكياء الناس الفطناء اللي عندهم العقل وعندهم الحكمه وعندهم الرزانه يفضل ان يفوز بقلب الانسان على ان يفوز بالراي. تيقول انا اهم شيء عندي هو انني نحافظ على علاقتي مع هذا الانسان هذا احسن من انني ننتصر عليه في واحد الموقف ونبين عليه العضلات ونبين بانني انا راني في مستوى ولكن راه سوف اخسر هذا الشخص الى الابد. ولذلك قلنا راه لا يترك الجدال الا اهل التواضع. اذا شفتي شي انسان لا يجادل
اعلم بأنه متواضع. الجدال أخي الكريم أختي الكريمة فيه انتصار للنفس، فيه تقوية لهذاك الإيغو، لهذيك الأنانية الشخصية، فبالتالي كيخلي الإنسان يتمادى في الباطل، وإن كان يعلم في قرارة نفسه بأنه مخطئ، ولكن ما تيبقاش عنده ديك الشجاعة باش يتراجع، وكيبدا يقول واش غيقولوا عليا الناس، فكيبقى يتمادى في الباطل. نسأل الله العفو والعافية، وهذا الشيء ولينا كنشوفوه كثير. هذا الشيء ولا كيخلع أخي الكريم أختي الكريمة ملي كتلقى بعض الناس، الجدال ديالهم ولا في القرآن، الجدال ديالهم في الدين، في الشريعة الإسلامية. لا أخفيكم سرا أنه هذه الأيام بين عيني واحد الحديث لا يفارقني أبدا، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. تخيل بأننا ولينا كنعيش في هذا الزمان، ولينا كنسمعوا ناس أخي الكريم أختي الكريمة البارح كنا كنعرفوا إنسان متقي وإنسان كيخاف الله وإنسان كيصلي، واليوم ولا ينكر وجود الإله، اليوم ولا كيقول بأن الإسلام عبارة عن خرافات وعبارة عن خزعبلات. تخيل أخي الكريم أختي الكريمة اليوم من بعد ما كان الأمس يدعو إلى الإسلام ويدعو إلى الدين، اليوم ولا كينفر الناس من الدين وكيقول لهم بأن هذا الدين راه عبارة عن تراث وما عندنا ما نديروا بهذا التراث، وهذا التراث هو اللي خلى الأمة الإسلامية متخلفة وخلاها اللور. فالإنسان ملي كيشوف في هذا الواقع هذه التغيرات وهذه التحولات يمسك بقلبه ويسأل الله تعالى أن يثبت قلبه على هذا الدين حتى يلقاه. سيأتي على الناس زمان يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر، ويصبح كافر ويمسي مؤمن. يبدو أننا نعيش في ظلال هذا الزمان. كنشوفوا تبارك الله واحد العداد ديال الناس اللي ما كانوش مسلمين تيدخلوا في هذا الدين أفواجا أفواجا، وللأسف الشديد وإن كان العدد قليل، ولكن ولينا كنشوفوا بعض الناس من خلال هذه المواقع ديال التواصل يخرجون من هذا الدين ويبوحون بهذا ويصرحون بهذا ويفخرون ويفتخرون وينشرون يعني الكفر وينشرون الإلحاد وسط الشباب. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. أخي الكريم أختي الكريمة، وعدتك أن تكون الحلقة عملية، أن تكون فعلية. أنا اليوم اكتشفت مثلا بأنني فعلا في هذا الخلق ما كنتش منتبه ليه، كان ما كنتش كنعرف بأنه من الكبائر، ما كنتش كنعرف بأنه من أخلاق الشيطان. اليوم أنا تنبهت، اليوم أنا حسيت بالخطورة ديال هذا العيب اللي فيا وأنا ما كنتش رد ليه البال. اليوم أنا كنحس بالمعاناة ديال الناس اللي عاشروني لسنوات وتحملوا هذا الجدال. أنا اليوم كنحس بالمعاناة ديال الزوجة ديالي اللي تحملتني سنوات وسنوات. أنا اليوم كنحس بالمعاناة ديال ولادي اللي سنوات وسنوات تحملوني وأنا فيا هذا الخلق الذميم. أنا بغيت اليوم طريقة عملية، وصفة فعالة للتخلص من هذه العادة السيئة إلى الأبد على بركة الله. الوصفة عبارة عن خطوات. الحاجة الأولى أخي الكريم أختي الكريمة وعليها مدار الأمر، وهي تقوى الله تبارك وتعالى. ملي كنقول تقوى الله، الخوف من الجليل سبحانه جل في علاه. ثانيا، أن أبحث في أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونطلع على الأخلاق المحمدية، نقرأ في واحد العلم شريف سميته علم الشمائل المحمدية. كان كتاب ديال الترمذي سميته الشمائل المحمدية، وألف فيها غير واحد من العلماء أحاديث كتتكلم على الأخلاق ديال النبي عليه الصلاة والسلام. بزاف الناس ملي كيبغيو يتعرفوا على سيدنا محمد كيمشيو للسيرة النبوية. السيرة النبوية كتتكلم على الوقائع والأحداث اللي كانت في الحياة، لكن إلا بغيتي تعرف الطبع ديال الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم، الشخصية ديالو، الأخلاق ديالو، الطريقة ديالو في المعاملة، اقرأ في علم الشمائل المحمدية. رقم زوج. رقم ثلاثة، أتذكر بأن هذا الخلق، أتذكر بأن هذا الخلق خلق شيطاني بامتياز، وأنا ما بغيتش نكون في حالي في حال الشيطان. رقم أربعة، واحد الإنسان اللي كنشوفه مخطئ ويتمادى في الخطأ، وأنا عارف بأن داكشي ديالو ماشي هو هذاك، فعوض ما ندخل معاه في الجدال أخي الكريم أختي الكريمة وقدام الناس، أنصحه ولكن بانفراد،
ونقول كيف وندير كيف كان كيقول الشافعي رحمه الله: تغمدني بنصحك في انفرادي، وقرأت: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إن لم تعط طاعة. فنمشي عند ذاك الإنسان عوض ما نجادلو أمام الملأ، وعوض ما نمشي ندير فيديو ونشر ذاك الفيديو ويشوفوه الملايين ديال الناس، نعيط لهذاك السيد ونجلس معاه بانفراد وبالنية الصادقة: إن أريد إلا الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، نتوكل على الله بنية الإصلاح، وننصح هذاك الشخص مني ليه بانفراد إذا كان فعلا القصد ديالي والنية ديالي هي الإصلاح. نصيحة أخيرة أخي الكريم أختي الكريمة، نعمر الوقت ديالي. أعداء الإنسان الفراغ، الفراغ سم قاتل، الطبيعة لا تقبل الفراغ، ما نخليش الفراغ، ما نخليش الفراغ. ورحم الله الإمام الأوزاعي الذي كان يقول: إذا أراد الله بقوم سوءا ألهمهم الجدل ومنعهم العمل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن تخلقوا بأخلاق سيد الأنبياء والرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك فيكم وعليكم، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.